السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وعلى أصحابه الطيبين. النهاردة الجمعة حبيبي، نقوم كده إن شاء الله نفتح الشبابيك ونهوي الفرشة بتاعتنا عشان الطاقة السلبية تطلع من البيت، ونشغل صورة الكهف عشان البركة كده تحل على البيت. ولو هتمسحي ياريت تحط شوية ملح في المية نمسح بيها عشان بيطلع الطاقة السلبية والنكد من البيت. ونعمل كده زي أمهاتنا زمان ما كانوا بيعملوا. ونتكلم بقى عن إيه؟ عن تربية الولاد. تربية الولاد مش سهلة، تربية الولاد لازم تكون تربية صحيحة ودينية. اطلع العيل المسؤول، ما اطلعهوش كده ملوش دعوه باي حاجه، ما فرقش بين عيل وعيل، لازم حب يكون متساوي ما بين الولاد كلهم، وخصوصا لو في بنت، ما فرقش ما بين البنت والولد. ما طلعش البنت تقوم تخدم اخوها وهو قاعد واقول دي بنت اكسر لها ضلع، لا طبعا. لازم اطلع ابني مسؤول عشان فيما بعد قدام شويه لما يتجوز يعرف لو مراته تعبانه يشيلها يخدمها، ما يقولش انا مالي. ما فرقش ما بين عيل وعيل الا في حاله لو عيل مريض، عيل غايب كما قال رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام، المريض حتى يشفى والغائب حتى يرجع. ولازم حب يكون متساوي ما بين ولادي، معامله تكون متساويه ما بينهم، وربنا يصلح حال ولادنا جميعا ان شاء الله. واشوفكم فيديو تاني ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.